اسمي مصطفى بن عبد الله جميل من مواليد المرسى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أهلا وسهلا بالجميع، من رضا الله إلا برضا الوالدين. نلتقي في هذا اليوم، وخير البداية أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم احنا موجودين في مدينة المرسى، مدينة الصفصاف. مرحبا بكم في اللحظة هذه، إن شاء الله نكون موفقين في كلامنا وكل شيء. اسمي مصطفى بن عبد الله جميل من مواليد المرسى. والدي كان يمارس في العطرية والكسكروتات. جات التعزودية عام 67 66 و67، نحينا التعزودية وقعدنا في الكسكروتات، سمينا بالكسكروتات والحمد لله متسمين. خديت السنة عليه والحمد لله. زدت طولت أنا عليه، هو الله يرحمه الوالد الله يرحمه. زدت طولت، زدت عملت الفريكاسي، عملت البريك بالخلخال، هذا البريك بتاع اليهود بتاع قبل، البنبلوني، اللبلابي في الشتاء والحمد لله. تذكرش انا عام حاج اللي بديتو لهنا في المرسى، على اول ما حليتو في المرسى، تذكرش انا البيريود بالضبط؟ ولدي من عام 35 حل. من عام 35 موجود في المرسى في الحل هذا؟ جا من عام 30 قبل كل شيء. عام 30 خدم سنة، شهرين نتاعو 150 فرنك يحكينا وقتها، اي 150 فرنك في الشرق. بدا بشوي بشوي والحمد لله الموفق هو الله. اول أما محل شنو اللي كان يخدمه بالضبط؟ شنو هو الكونسيبت يخدمه؟ الحانوت هذيك المسكر هذيك، هذيك نتاع الولد اللي هي اللي مسكره في الكوان. اللي مسكره في الكوان. ايوه. كيفاش كانت هالبلاصة هذه؟ كيفاش وقت اللي بجيتوا شنو اللي كانت بالحق؟ هو كان قبل كل شيء سوق، سوق عربي، سوق عربي منا ووكاية زادة، وسوق من غادي، وعلى ثلاثة جهات السوق، معناها بلاد كاملة طيحوا، قال لك يحبوا حاجة عصرية وكذا. واحنا المرسى متسمية وتوز بصفة عامة عن انتيكا سوفينير، حتى التوريست يجيو يحبوا السوفينير، يحبوا حاجة انتيكا. صحيح. بالنسبة للبلاصات عندهم خير منا وعندهم ما أقوى منا، معليش. طاح السوق وكذا وولدت المرسى هكاكا، شفت معناها باهي. بالنسبة للمهنة نتاعنا قعدت ندرس مع الوالد في الابتدائي، نخدم معاه ندرس، وصلت حتى دوزيام اني سيكوندار، وقلت الوالد قلت له نقعد معاك في الصنعة فهمني في التجارة. قعدت معي فما الحانوت هذه كانت دبو قبل، كانت دبو عطاه هادي الله يرحمه. لحدنا هذه ما نصلح بشوية ونخدم ونشوق. الله وظيفة الدين الحمد لله. أي خدمنا الله وظيفة الدين، اخدم قد قد، اخدم بصراحة بثقة بال تقوى الله، معناها وضمير طاهر، يبدا طاهر ضمير مع نفسه ومع العباد كذا، قد تربي بإذن الله ينجح الإنسان. فهمت. على أول ما بديتوا في الثلاثينات مع الوالد والحرب العالمية الثانية تقريبا في بداية الأربعينات واستقلال تونس في الخمسينات، هي بيدها كنتوا الخدمة تخدموا فيها في طاير بامبالوني، شنو هي اللي معاها بالضبط؟ هي الخدمة البامبالوني خدمة صنعة تونسية، خدمة تونسية أصيلة. الكسكوت تونسي، الكسكوت يقول لك تونسي، هما بدعوه اليهود
الصحن التونسي وكسكروت التونسي. كل صراحه البريك بالورقه بالخل القلقال بدعوا اليهود. يهود احنا اخذنا منهم. احنا علمني واحد خدم مع اليهودي الله يرحمه، علمني تعلمت من عام 70. عام 70 71 صار تبارك الله الحمد لله. أحد الله وخلص من معبد وما شاء الله البريك اللي بالقلقال البريك هذاك اللي تحل ما عادش منه برشا. حلق الواد تقريبا تبقوا اثنين برك اللي نعرفهم، مين تبقوا كيف اثنين يخدموه. ماعرفش في حلق ولا هنا في المرسى تقريبا قداش نواحد في المرسى مثلا؟ فما صفصاف صفصاف داخل اما ماشي مقبل. فهمت صفصاف كانوا يخدم 1400 بريكة يوميا في الصيف. شنو العباد ما عادش تحب تتلفت له والا حشاك البريك الاخر تغى على الموضوع؟ لا حشاك وحشا خويا. النار تخلف الرماد، النار تخلف الرماد صحيح. وين رجالها نتاع الصفصاف؟ صنايعية ما عادش، والرجال رجال مالي الصفصاف ما عادش. وين ما عادش؟ ما عادش. بالنسبة للوقت اسكو البنبلوني موجود في الشتاء في الصيف؟ لي ساندويتش نتاعكم الصباح في الليل شنو الحاجة اللي العام 12 شهر؟ كاسكو التونسي العام 12 شهر، البنبي في الشتاء برك. البريك بالواقع نخدموا فيها العام 12 شهر، البنبلوني نخدموا العام كامل. طيب البنبلوني توجد صباح وعشية ولا عشية برك؟ لا 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 بعد الأول حتى العشية الليل كاو. والصباح فطاير؟ لا ما نعملش فطاير. ما تعملش فطاير؟ لا لا. دونك كان البنبلوني. أيوا. الوقت نتاع العمل نتاعكم كيفاش؟ ما نحيتهاش التوقيت وقتاش تحلوا مثلا باش معناها الحريف اللي مشي يجي بحذاكم وقتاش ينجم يلقى فما شكون يحل مع 6 ونص يجيو البنات النتواياج وكذا يضفوا ومع 9 8 ونص تبدا يبدا المحل مريقل كل شيء عندك شاندي. اي بالنسبة للأسوام نتاع الكونسيبت يتقدم فيه الأسوام مثلا من إلى البنبلوني بقداش؟ أي لا أنا وصلت أنا نشري فيها الكعب بنبلوني ب 20 فرن تو بدينار. يا حسرة تو بدينار. تو بدينار وما عادش يساعد دينار. ما عادش يساعد. والفريكاسيه بقداش كعبة؟ بدينار. دينار ثاني الفريكاسيه. صحن الكفتيجي عندك بقداش؟ وصلت نبيع فيها ب 30 فرن. 30 فرن يا حسرة يا حسرة. الكفتيجي بقداش؟ توا الكفتاجي ب 4500. 4500 صحن؟ لا لا الكسكروت والصحن 6000. 6000 والصحن التونسي؟ الصحن التونسي ب 3000 7000. 7000 والكسكروت التون؟ التون غلا هو في ثلاثة في العام ثلاثة مرات يغلى التون. التون وهاك تشوف الخضرة وكذا غلى جديد العام اللي بصرنا نخلص فيه ب 30000 35 ماشي يقول لي ماشي يساعد ماشي يساعد. وصية ولا نصيحة تنصحها للناس اللي معناها تحب تحل هالمشاريع من النوعية هذه شو لازم يعمل ولا كيفاش لازم يكون؟ قبل كل شيء يبدا يخاف ربي. قبل كل شيء يخاف ربي، يبدا ضميره طاهر مع نفسه مع ربي ومع العباد. ضمير فماش مفقود، مشكلة في الضمير. ضمير مفقود. إذا على نصيحة الحاج مصطفى الرمز في مدينة المرسى في الصفصاف المرسى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إن شاء الله تكون الحلقة متاعنا عجبتكم، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء وما رضا الله إلا برضا الوالدين.